الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي تلاميذ المستويين الخامس والسادس ابتدائي، مرحبا بكم في قناتي، وأتمنى أن تفهموا جيدا. درسنا اليوم هو المفعول فيه، والمفعول فيه هو ظرف الزمان وظرف المكان. المفعول فيه إذن نوعان، المفعول فيه ظرف مكان، إذن هنا نتكلم عن المكان. مثال: يستريح الفلاح تحت الشجرة. يستريح فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، إذن فعل مضارع. الفلاح فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. تحت يعني المكان، نقول مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف دائما. إذا كان منصوبا بفتحة واحدة فإن المضاف هو الذي سيأتي بعده، المضاف إليه. إذن تحت، أعيد، مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، شجرة مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. يقف العصفور فوق الغصن. يقف فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. العصفور فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. فوق مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، لأن ما سيأتي سيكون مضافا إليه. الغصن مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. نوع ثاني، إذا الملاحظة أولى، ظرف مكان يكون بألفاظ: أمام، وراء، تحت، فوق، جنب، جهة، يمين، يسار.